احمد حسن كذب اصلا على الناس، وكل شويه بيجيب مشاهدات كتير وعامل فيها اللي هو بقى ايه، خلاص نجم السوشيال ميديا، والاول في 2018. انا ممكن اعتذر والله في من اليوتيوب بسبب. السلام عليكم، فيديو جديد من قناه اي بي فيديو من سلسله ترندات مصر في قطر. ترندات مصر النهارده هنتكلم عن اغنيه مو صلاح الموزعه فيجو الدخلاوي ومغنيها حمو بيكا واللي مؤلفها وملحنها شاعر غيه، طلعت ترند زي اغنيه رب الكون ما يزلم ميزه، طلعت 14 ترند وبتتمشى ايه قاعده بتطلع 12 ترند وقاعده بتطلع. واحمد حسن جاب عربيه بي ام دبليو، والشبوكشي جاب عربيه لاحمد حسن ميني كوبا. انا شفت الفيديوهين وما كنتش عارف صراحه ازاي يعني للدرجه، يعني كل الناس تقعد تقول فلوس اليوتيوب ما توصلش اللي انت تجيب عربيه كده، والشبوكشي يقوم جايب له عربيه. هو بيكذب على المتابعين عشان يقدر يعلى في اليوتيوب، ومش عارف عايز يعلى اكتر من كده ايه، وبيعلى بالكذب. عشان كده ما فيش حد في اليوتيوب بيحبه كده، يعني اغلبيه الناس يعني حتى محمد خالد حتى عمل عليه ديستراك، وديستراك نجح ومن 3 شهور جاب 3 مليون، والناس برضك يعني متابعاه. وبصوا انا مش متابعه، بس لما بلاقي حاجه يعني حاجه ترند مثلا الناس كلها بتتكلم عليها فبطلع اقولها لكم، وانا وعدتكم ان انا هطلع اتكلم انا واخويا على في سلسله ترندات مصر فتر، على هنغطي الاحداث بتاعه الترند او بتاعه اليوم اللي احنا فيه او الاسبوع اللي احنا فيه. احنا نسيبنا من احمد حسن والكلام على العربيه والكلام الفيك والكذب ده، وهنشوف ترند النهارده ايه. تاني ترند قدامنا هو ما بقتش اخاف من الليل، احمد كامل بس ما شاء الله عليه متصدر الاغنيه، كانت جايبه 2 مليون وشويه، كانت اول ترند قاعده بتنزل، نزلت 2-3 بعديها لحد دلوقتي 2، وكان لسه شايفها واحد من شويه لحد ما جابت 5 مليون و100 الف مشاهده في اسبوعين بس. فعاش احمد يا كامل. وزي ما انت شفتوا مهرجان مو صلاح، حتى حمو بيكا بقى بيطلع ترندات من ساعه رب الكون ما يزلم ميزه، الاغنيه اللي عملها ونجحت واتشهرت جدا. محمد خالد طلع مع يوتيوبر لبناني وعمل معاه لقاء، واللقاء ده طلع خامس ترند او سادس ترند، كان عامل معاه لقاء اسمه توني نصراني. عمل معاه لقاء كده حلو وقناته بدات تشتغل اهو. قالوا لكم بقى احنا ليه طالعين نتكلم كده، احنا طالعين نتكلم بالفيديو ده وعلى الترند وعلى الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي، عشان ما بنيجي نعمل حاجه مفيده مثلا زي غرايب وطارق، حاجات مثلا زي انميه بنطلع العلق على حاجات ما بتجيبش فيوز، لكن ما يطلع الكلام على احمد حسن ايه اللي بيحصل؟ 10,000 مشاهده، 11,000، بيبقى بلاوي يا جماعه، 12,000 وبلاوي. حتى يعني حتى محمد خالد وصل المليون مشترك بسبب احمد حسن. يعني لو خدت بالكم محمد خالد وصل المليون مشترك بسبب احمد حسن، كان عنده 800,000، فجاه عمل فيديو الناس كلها بصت عليه، ايه ده متابعين احمد حسن جم. فهي الايام دي ماشيه بكده بالذكاء، اللي انت تشغل دماغك تحاول تتكلم، واحنا ما بنشتمش في حد، احنا بنقول بنتكلم عن المحتوى بس، بنتكلم عن المحتوى ما لناش دعوه باشخاص. دلوقتي يلا نشوف مع بعض سكتش كده بسيط عن حوار احمد حسن. السلام عليكم، انا ما كنتش عايز اعمل فيديو زي ده عندي في القناه، لكن انا غصب عني انا صحيت من النوم، انا كان عندي كاميرا كانون، فصحيت من النوم مش مصدق الكاميرا اتاخدت، انا كنت حاططها في الدرج، انا والله انا مش عارف اعمل ايه. لا هات امال ابو زراير، امال ابو زراير خلاص يا عم، مش يا عم عايز اسوي سيلفي يا عم، بصور فيديو. ايه ده فيديو على اليوتيوب؟ معلش اضحك عليك يا جدعان، ده معاهم بين نوكيا يا ابو زراير، هي 1 ميجا بيكسل، يا ريت توصل الاثنين، يا ريت اضحك عليكم يا جدعان. يا عم انت مالك؟ ايه ده؟ السلام عليكم. طبعا انا فرحان في الفيديو غير الفيديو اللي فات اللي عملته، كنت زعلان بسبب الكاميرا الكانون اللي اتسرقت مني، لكن انا دلوقتي سعيد جدا لان دلوقتي عندي عربيه بي ام دبليو وميني كوبر وعندي عربيات كتير قوي، فرحان جدا. انا مش مصدق فين التوك توك يا بلال، عايز اروح مش هيخلص. ايه التوك توك فين؟ ركنه فين تحت؟ توك توك ليه؟ نازل عايزه ليه؟ عايز مشوار، عايز توك توك ليه؟ رايح مشوار يا عم. يا عم ماشي، بعد ما اخلص الفيديو هبقى اديك التوك توك. امال فين بي ام دبليو؟ صح، انت كمان في ناس بيقولوا بي ام دبليو. ايوه بس افهم بقى، فيوز الادسنس. يلا سلام. فانا يا جدعان فرحان جدا ان انا بقى عندي
خلاص هكمل. ما خلاص ما هو قال اللي انا عندي توك توك ومكنه صين، مفيش امل مفيش. فبس كده، لو عجبكم السكتش ده او عجبكم الفيديو ده، حاجه بسيطه كده، دي الحلقه التانيه من ترندات مصر في قطر، ويا رب تكون عجبتكم. بس كده، كان معكم إيه؟ بي فيديو. سلام سلام.